المبيت بمنى قبل عرفة اللي هو يوم التروية ليلة عرفة، هذه السنة بالإجماع كما نقل النووي رحمه الله وغيره أنه يستحب أن يبات في منى ليلة عرفة اللي هو يوم التروية. يوم التروية النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة، ذهب إلى منى صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونام فيها وصلى فيها الفجر، وبعد الشروق انطلق إلى عرفة صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة بالإجماع.